بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. متتبعاتي حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم بعد راح نديرو ميني كيك في ليمون. هادو صغار. واش عندنا في المكونات تاعنا؟ نبدأ من الأول. عندي كاس الحليب، أنا بنفس الكاس، كاس تاع بيض، كاس تاع سكر، وكاس تاع زيت. هذو الماء تاع 220 ملي. عندي لا اله الا الله، عندي ثلاثة تاع الفارينة، ثلاث كيلات تاع الفارينة. عندي مغيفة تاع عسل، عندي شوية تاع نعناع للتزيين في الاخر، شوية تاع نواد كوكو، وعندي المعجون تاع المشماش. انا الحب تاع المشماش، وانتم اي معجون تقدروا ديروه. قلت لكم عندي ليمون تاعي هادو صغيرين، انا كنت دهنتهم بشويه تاع زبده وحطيت لهم شويه تاع الفارينه. اول حاجه نبداو بها راح نحطوا البيض تاعنا هذاك، حط عليه الكاس هذاك تاع السكر، نخلطهم مليح. نسيت القرصه تاع الملح، نسيت القرصة تاع الملح راحت. نخبطو مليح، نحاولو نذوبو السكر تاعنا في البيض هذاك. نزيد نحط الزيت تاعي هذاك بالتدريج بالشوية، منحطوهش على مرة حبيبتي. نخبطو البيض تاعنا حتى يتبدل اللون تاعو حتى يبيض. نزيد نحط الزيت بالتدريج. على دفعات نخلط ونزيد، نخلط ونزيد. حبيبتي انا عندي هنا زوج تاع لافاني وزوج تاع الخمير، ما كنتش ذكرتهم في في المكونات. نزيد هاد زوج تاع لافاني، نجيب الكاس تاعي تاع الحليب، نزيد نضيف حتى هو ولا اسهل. يجيو فرضيين، راح يعجبوا ولادكم اكيد، راح يعجبوا الاولاد، يحبوا الحاجه اللي تعود صغيره. حبيباتي دوك راح نحط الفارينه، انا قلت لكم هنا ثلاث كيسان. عندي الخميره هذيك الكيميائيه، قلت لكم زوج نحطهم. انا الفرينه تاعي كنت خربلتها، ونسيت الكاس الثاني. انا الفرن تاعي كنت شعلته مني بديت نخدم، بعد بديت شعلته يسخن. نزيد حبيبتي الثالث، ثلث كيسان اكيد من فارينه لفارينه راح يتبدل
لا تكستور تاع العجينه تاعكم راعيو انه العجينه تاعكم ما تجيكمش يابسه ما تجيكمش طريه بزاف. هاي كيف خرجت ماشي ماشي يابسه وماشي طريه. انا عندي هنا الملعقه هذيك تاع العسل اللي كنت ذكرتها في في المكونات راح نزيد نضيفها راح تفرق في اللون مع نزيد نخلطها مليح. حبيبتي ليمون هذوك تاعنا نحط لهم هكذا ما نحاولوش نعمروهم بزاف وما نحاولوش المهم نغطيو المكان هذا لازم نغطيوه باه ما تجيناش من داخل هذيك الحفره في الكيك تاعنا هكذا. حبيبتي غطيو الحفرة هادي هادي هك نخبطوهم باه ما يجيناش هذوك الفراغات هكذا. نمسحو هذاك الشي اللي زايد باه ما يتحرقلناش يعطينا ريحة ماشي مليحة أكيد هاكم الكل تعرفو ما شاء الله وشاطرات. كما قلت لكم على الفور تاعي كنت سخنته حطيته سخون على 200 درجه نكمل الكميه كله ونرجع. هاملك حبيباتي انا جاوني 6 فضل لي شويه انا راح نحطه في المول هذا اكيد انا اكيد مش حنطيشو لي ميني كيك تاعنا سخان نخليوهم يبردوا ساعه شويه ونرجعوا نزينوهم ديما وليوهم فاسيل ماما ما فيهم حتى اشكال. هاي ديك نزلوا سخان زينو حبيبتي الكيك تاعنا هو سخون اكيد بالمعجون. هكذا يعود سخون حبيبتي يشربو مليح شربوا مليح المعجون تاعنا. حبيبتي انا كنت حطيت لون زي انتو بنواد كوكو وحطيت لون معجون في العين هذه هنا هاك نحسب تروحي نسجل لكن ما كانش نعمرو هنا هاك العين هذيك نعمروها باب بالمعجون نكملوا لها نواد كوكو هكذا. حبيبتي ديريه مشروع وانتي قاعده في الدار تبعتيه مع الزوج ولا مع مع الابن للمقاهي اكيد راح اكيد راح يعجبهم. هايليك حبيباتي نتمنى عجبكم وديروه لوليداتكم شهية طيبة حبيباتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.